butter is made from milk معناها الزبدة تصنع من اللبن. Oranges are important into Britain يعني البرتقال بيتم استيراده في بريطانيا. How often are these rooms cleaned؟ How often معناها كم عدد المرات اللي بيتم فيها تنظيف هذه الغرف. I am never invited to parties يعني لا تتم دعوتي إلى حفلات إطلاقا. This house was built 100 years ago البيت ده مبني من 100 سنة. These houses were built 100 years ago البيوت دي اتبنت منذ 100 سنة. احنا هنا استعملنا where لأن houses جمع. When was a telephone invented يعني متى تم اختراع التليفون. Invent يخترع. We weren't invited to the party last week يعني لم تتم دعوتنا للحفلة الأسبوع الماضي. Was anybody injured in the accident؟ هل أي حد كان مصاب في الحادثة؟ هنا استخدمت خليتها سؤال بدل ما أقول anybody was injured بدلت حطيت وصف الأول يبقى was anybody injured in the accident؟ Yes, two people were taken to hospital أيوة في شخصين تم أخذهم للمستشفى. Was aware plus born. I was born in معناها ولدت في in London 1962. ما ينفعش أقول I am born لأن أنا دلوقتي مش بتولد لأ أنا اتولدت خلاص يبقى لازم أقول I was. Where were you born؟ أين ولدت؟ لازم أستعمل where لأن you ما بتاخدش was لازم تاخد where. Passive plus by. By معناها بواسطة ممكن نضيفها كمان للجملة اللي هي مبني للمجهول باعتبار يجي وراها الحاجة اللي سببت لي الجملة دي. يقولي we were woken up by a loud noise يعني صحينا. طبعا woken up ده مبني للمجهول يعني معنى wake up معناها يستيقظ. احنا صحينا بسبب loud noise ضوضاء عالي. يبقى أصل الجملة the noise woke us up الضوضاء أيقظتنا. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876 بيقولي التليفون تم اختراعه بواسطة ألكسندر بيل. يبقى أصل الجملة ألكسندر بيل invented the telephone. My brother was bitten by a dog last week. أخويا عضه كلب الأسبوع الماضي. يبقى أصل الجملة a dog كلب bite my brother. A dog bit my brother. bit معناها إيه؟ يعض. نكمل في المبني للمجهول. النهاردة هناخد المضارع المستمر في المبني للمجهول. بستعمل am أو is أو are بعد كده being وبعد كده تصريف التالت. يبقى هو زي المضارع البسيط بالظبط بس الفرق إنه أداة مستمر هحط في النص كلمة being. نشوف الصورة. هقول somebody is painting the door. طبعا واحد دلوقتي بيدهن الباب. هقول شخص ما يقوم بتلوين الباب أو دهانه. فأنا عايز أقول الباب بيتم دهانه دلوقتي يبقى أنا عايز أعملها مبني للمجهول. طبعا زي ما متعودين أحط is وبعد كده تصريف التالت is painted. بس هنرجع ونقول إن الزمن دلوقتي مستمر ده حاجة لسه بتحصل فإحنا لازم نحط كلمة being بين is وبين التصريف التالت. The door is being painted. My car is at the garage. عربيتي في الجراج. It's being repaired يعني بيتم تصليحها اللي هي معناها somebody is repairing it في شخص بيصلحها. Some new houses are being built opposite the park في بعض البيوت بيتم بنائها قصاد الحديقة. هنا استعملت are لأن houses جمع. بيتم بنائها حطيت built مبني للمجهول في التصريف الثالث وحطيت في النص كلمة being لأن ده زمن مستمر. Somebody is building them يعني في شخص ما بيبنيها. ايه الفرق بين الجملتين دول؟ بيقولي the office is being cleaned at the moment والجملة التانية the office is cleaned every day اللي احنا قرناها في الصفحة اللي فاتت. الجملة الاولى لما قلت at the moment دي معناها في هذه اللحظة يبقى بتساوي كلمة now دلوقتي حالا يبقى حاجة مستمرة continuous. لكن لما اقول المكتب بيتم تنظيفه كل يوم every day ده simple present ده مضارع بسيط بيحصل كل يوم. فلازم في اللي فوق استعمل being the office is being cleaned. In Britain football matches
بيقول لي في ماتشات الكورة البريطانية matches are usually played on Saturday. الماتشات بتتلعب عادة يوم السبت. But no matches are being played next Saturday. لكن ما فيش أي ماتشات هيتم لعبها الأسبوع أو السبت اللي جاي. هنا استعملت المبني للمجهول are being played، بس مش ليدل على الاستمرار، يدل على المستقبل، لأن في استعمال للمضارع المستمر بيدل على المستقبل لما يكون في arrangements. For the present continuous and present simple see units 8 and 26. يبقى بصوا عليها. طيب بعد كده present perfect passive. present perfect طبعا يعني مضارع تام، حلقة الوصل بين الماضي والحاضر، غالبا بيكون عندي دليل. في الصورتين دول، الصورة الأولى wet paint يعني الدهان طري لسه ما نشفش، والصورة التانية مطرة نازلة على الدهان، يبقى before و now، المطر نازلة الدهان وبعد كده اتبل. يبقى somebody has painted the door، في شخص معين دهن الباب، ده active. عايزة أقول تم دهان الباب، هقول the door has وبعد كده painted وفي النص هحط been. ببساطة اسم مضارع تام هستعمل المضارع بهاز أو هاف، هستعمل التام ببن لأن بن هو التصريف الثالث للفعل بي تاني. يبقى the door has been painted، يبقى مبني للمجهول في زمن المضارع التام. بستعمله ازاي؟ بحط المفعول به عادي جدا. بعد كده زمن المضارع التام الستركتشر بتاعه بتقول ايه؟ انه بيتكون من has او have زي التصريف الثالث. انا هحطه بالظبط has او have زي التصريف الثالث، بس هزود كلمة بن في النص، بس كده. ده الباسيف بتاعه. My key has been stolen يعني تم سرقة مفتاحي، اللي هي أصل الجملة somebody شخص ما has stolen it. طبعا steal يسرق steal، الماضي بتاعها stole، والتصريف الثالث مكتوب قدامنا stolen. My key has been stolen. My keys have been stolen. هنا keys مفاتيح جمع، يبقى نشيل هاز ونحط هاف. I'm not going to the party. أنا مش هروح الحفلة. I haven't been invited. لم تتم دعوتي. هنا استعملت هاف ونفتها لأن عندي الفعل I. يبقى nobody has invited me. مفيش حد دعاني. Has this shirt been washed؟ هل تم غسل هذا القميص؟ اللي has somebody washed it؟ الفرق بين ال present perfect وال past simple، يعني الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط. The room is clean now. الأوضة نظيفة دلوقتي. ده طبعا دليل إن تم تنظيفها. فأنا لما أحب أستخدم زمن هستعمل زمن المضارع التام، لأن إحنا قلنا بيجي معاه دليل. It has been cleaned. It تاخد has وبعد كده cleaned التصريف التالت وفي النص هحط been. The room was cleaned yesterday. الأوضة تم تنظيفها امبارح. أنا هنا استخدمت كلمة yesterday. التنظيف خلص امبارح وانتهى ومفيش اي دليل عليه. I can't find my keys. انا مش لاقي مفاتيحي. I think they've been stolen. اعتقد ان هو تم سرقتهم. دي هنا استعملت ال present perfect المضارع التام. زي طبعا بتوع على الكيز استعملت have، ده طبعا ال abbreviation بتاعها. My keys were stolen last week. مفاتيحي اتسرقت الاسبوع الماضي، ده past simple. ايه الفرق بين الجملتين؟ ان في الجملة الاولى انا مش لاقي مفاتيحي، ده دليل انهم اتسرقوا، علشان كده استعملت ال present perfect. لكن في الجملة التانية my keys were stolen، قلت انهم اتسرقوا وحددت الزمن اللي اتسرقوا فيه last week الاسبوع اللي فات.